يا سلمى. الو، ايوه يا سلومه، انا معاكي، سامعاكي يا رحمه. ازيك يا رضوى؟ ازيك انا بحبك جدا، انا بموت فيكي قد العالم، انا بحبك قوي، حبيبه قلبي انا. قولي لي يا سلومه، عندنا مشكله ايه النهارده يا سلومه؟ رضوى انا قلبي بيدق بسرعه قوي، وعايزه اقول لك على حاجه مهمه بصراحه. يلا. انا بصراحه كدبت عشان اخش لك البرنامج، بس انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي. اتفضلي. رضوى انا وحيده وماليش صحاب، وعندي انا في ثانيه ثانوي، وعندي مشكله ان انا مش عارفه اذاكر، مش عارفه اركز، عندي اكتئاب، وقلت لماما ومش راضيه توديني الدكتور. وبعدين اللي حصل ان ماما جالها فرصه عمل بره وسافرت، وانا دلوقتي قاعده لوحدي مع بابايا، وعلاقتي ببابا مش كويسه اصلا، ومش عارفه اعمل ايه بجد، وانا وحيده ومليش صحاب، مش عارفه اتكلم مع حد، مش عارفه اعمل ايه. سلمى انت سامعيني؟ يا شباب انت معاكم كلمه سلمى، حد يرد عليا؟ سلمى سامعيني؟ سامعيني. اولا ممكن توعديني انت تبطلي عياط؟ حاضر. ده اولا. ثانيا انا بحبك جدا. ثالثا الله يحبك قوي، انا ببوسك الف بوسه. رابعا اول لما هطلع من هوا هنا هكلمك، اول حاجه هعملها ان انا هكلمك، بس توعديني انت تبطلي عياط. ممكن يا حبيبتي؟ مش عارفه اقول لك ايه بجد، مش قوي. لا مش هقفل معاكي الا لما تبطلي عياط. ممكن تبطلي عياط؟ طب قولي لي رايك ايه في شكلي النهارده، وانا عامله الحاجات الفظيعه العظيمه دي، الحاجات اللي فوق دي، ايه رايك في شكلي النهارده؟ قمر بجد، بحبك جدا، بحب كل لبسك، وانا بموت فيكي. ممكن بوسه بقى وتبطل عياط؟ ممكن. حاضر. طيب ممكن تسيبيني من تليفونك في الكنترول دلوقتي، وان شاء الله كل حاجه هتتحل باذن واحد احد.